Hello guys, how are you doing? I hope that you are doing well. So, مرحبا بكم الإخوان, كنتمناكم إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. المهم, هذا أول درس من دروس تعليم الإنجليزية للمبتدئين, ومن خلال هذا الدرس إن شاء الله الإخوان غتعلموا كيفاش تكتبوا وكيفاش تنطقوا الأرقام من 1 إلى 100 إن شاء الله. ولكن قبل ما نبداو, تنصحكم تحضروا معكم ستيلو الورقة وتكتبوا داكشي اللي غنقول لكم. So, let's do it. المهم, هذا هو الدرس اللي عندنا الاخوان, the numbers in English, الارقام باللغه الانجليزيه. ومن خلال هذا الدرس كما قلت لكم غنتعلموا الارقام من 0 إلى 80 90. but before we started I advise you تحضر معايا ورقه وستيلو, or it's the best تحضر معاك the notebook, ودير كاع ديال النوتبوك تكون خاصة بدروس اللغة الإنجليزية. هادشي تنقولو للناس اللي باغيين يتعلمو الإنجليزية. إلا كنتي باغي تعلم الإنجليزية, ميك شور في الأخر ديال السلسلة ديالي غتعلم الإنجليزية بطلاقة, كنوعدك. I promise you, you will learn it, just focus and pay attention with me. صافي, كنوعدكم أنكم في الأخر ديال السلسلات ديالي غتعلموا الانجليزيه بفلاقه. جاست ركزوا معايا, انا نبداو. واحد. واحد. ثو. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. من حد الآن كل شيء واضح. نعود اليوم تل 10, ولكن عودوا معايا في نفس الوقت. One. وعاودوا معايا ما سمعتكمش. 1 ثو 3 4 5 6 7 8 9 10 So I hope that you write all of those numbers in your notebook. تنتمنى تكتب كل هاد الأرقام اللي عطيتك دابا من 1 إلى 10 في النوتبوك ديالك. النوتبوك هي المذكرة. من حد الآن كل شيء واضح. من 1 إلى 10 واضحين. I hear you. واضحين. مهم. مزيان. أنا نقول لكم واحد الحاجة. إلا تعلمتي من 1 إلى 10 make sure that you will learn the numbers from 0 to 5,000, 2,000 or 2,000,000. just خاصك تحفظي من 1 إلى 10. إلا حفظتي 1 إلى 10 راه أكيد غتحفظهم. حيتاش علاش
من واحد الأصرف اش كاين المشكل. أزيد إلى ذلك 11 12 غنشرح لكم بعد من واحد العشرة فاش كاين المشكل لاحظتيهم راه ميك شور صافي راه تعلمتي الأرقام ديال اللغة الإنجليزية تيق فراس غتعلمو. علاش؟ حيت تنشدو 20 تنزيد ليها 20 تنزيد ليها 21 23 غنوصل باقي 20 ونشرح لكم هادشي. So let's begin. 11 11 11 12 12 11 12 ركزوا معايا تاني مع 11 و 12 راه هي باش كاين تاني big problem. 11 و 12 انا براسي اقسم لك بالله الا لقيت معهم مشكل ما تعلمتهم حتى البارح هي فاش تعلمتهم. علاش؟ حيت مختلفين هما ماشي بحال 13 14 15 تزيد عليها 10 10 هنا فاش غتلقى مشكل. ولكن ميك شور الا كتبتيهم في الورقه عندك راه غتعلمهم. يركز معايا كتبهم في الورقه اقسم بالله تتعلمهم ان شاء الله بحول الله. هذا الشيء الا عندك الرغبه انك تتعلم دروس الانجليزيه. سو ركز معايا هي كيفاش كتنطق وكتبها ومن بعد راه غتكون عارفه. 11 11 12 مزيان لحد الان كل شيء واضح. So let's continue. 13 14 14 15 15 20 20 20. ولكن قبل ما نكملوا 20 غنرجعوا لاحظوا معايا مزيان لاحظوا معايا مزيان ثير زدنا ليه ثين 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 كلشي زدنا ليهم ثين تال 19 تال 19 دونك هنا غاد غيبان لكم بران انهم ساهلين بعدا. سو كلشي كنزيد لهم ثين من 13 تال تال 19 تنزيد لهم ثين غير 11 12 اللي خاصكم تركزوا معاه. دابا 13 4 تنشدوا الاربعه اربعه نزيد له على الثين فيف كاين ثاني فرق بين 3 و 5 3 ماشي بحال 3 و 5 ماشي بحال 5 فهمتوا؟ لاحظوا الفرق 4 تنزيد له الثين 6 تنزيد له الثين 7 تنزيد له الثين ولكن 3 و 5 5 ماشي بحال 5 3 ماشي بحال 3 و 5 ماشي بحال 5 متأكدين؟ دابا واضح نكملو. دابا وصلنا للعشرينات 20 20. لاحظتوا معايا درت 20 30 درت 20 30 40 50 60 70 80 90 ما درتش 21 22 23. You will ask me why. غتسولني علاش؟ علاش اسيدي؟ حيتاش ما غاديش نكرر. علاش غنديرو التكرار وحنا عندنا هذا الشيء ساهل؟ لا ما غاديش نديرو التكرار حيتاش غنشدو 20 غنشد داك واحد اللي تعلمنا بيفور غنزيدو 20 1 20 2 20 3 20 4 20 5 20 6 20 7 20 8 20 9 30 30. وصلنا 30 الخوت تا هما تا هي غنديروا نفس الشيء غنديروا 31 الى غير ذلك ما غاديش نقولوها حيت ساهلين. دابا علاش قلت لكم الا تعلمتوا من واحد حتى 9 ميك حتى 10 ميك شور يو ويل ليرن اول ذا نمبرز حيت راه هذا الشيء اللي فيهم حيت تزيدهم 20. دابا ركزوا معايا هي 20 راه تنزيدو سي 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 هي درت لها باللون الزر تتعاود خاصني نحفظ 7 خاصني نحفظ 9 نحفظ ذا نمبرز فروم 1 تو
ناين راه ساهلين. دابا تنشدو تاني فور تنزيدو لها ثري، فيف تنزيدو لها ثري، سيكس تنزيدو لها ثري، تتسمى فورتي فورتي فايفتي 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 سيكستي سيكستي سيفنتي ايتي ناينتي ناينتي. دابا واضحة الإخوان، نتمنىكم إن شاء الله أنكم تفهموا هذا الدرس بما فيه، نتمنىكم إن شاء الله تفهموا، وراه سهل أكيد غتفهموا. وهذا هادشي اللي عندكم، الابطاء اللي حطوا معي ما درتش 100 هي 100، 100 هو 100، ما غاديش نديرو باش ما نتلفكم، خليه 100 نديروه مع المئات ان شاء الله. في الدرس الجاي غنديرو 100 200 600 الى غير ذلك. سو ركزوا معايا هنا مع هادو، وان شاء الله انكم تكونوا فهمتوهم من واحد ترمية. الا كنتي فاهم، الا كنتي فاهم الدروس خلي لي تعليق. الا كنتي فاهم راه كده تفهمهم في دقه واحده، الا تفرجتي في الفيديو حتى الاخر راه كده تفهمهم. يكفيك انك تكتبهم في النوت بوك ديالك ولا الورقه عندك، راه اكيد ان شاء الله تعاود لهم واحد جوج ثلاثه اربعه ثلاثه المرات اربعه المرات غتفهمهم. سو وصلنا النهايه ديال الحلقه، نشوفكم ان شاء الله في الدرس الثاني مع موضوع اخر، اي الدرس اخر ان شاء الله. و ثانك يو فيري ماتش.